وسائل الإعلام الإسرائيلية تختلق مشهدا هوليووديا في مزارع شبه اللبنانية المحتلة. إعلان عن مصدر عسكري إسرائيلي: تسللت خلية من حدود لبنان إلى داخل فلسطين، قمنا بتصفيتها، وبعد أن قمنا بتصفيتها يعني قتلوهم، قاموا بالهروب إلى لبنان وعادوا. نتنياهو سيحاول أن يعني يضع السم في الشوكولاتة للجمهور الإسرائيلي ويضع رواية وجمعته سوف يصفقون مهما قال. نتنياهو قطع الجلسة وقال لجلسة الليكود وقال لكتلة الليكود الحدث ليس بسيطا على حدود لبنان. إن فعلا ما حدث ليس بسيطا لهم، ما حدث لهم ليس بسيطا. يعني مكتب نتنياهو قال للجمهور الإسرائيلي ضحكنا عليكم. يبحثون عن عنوان للنزول عن الشجرة. العنوان كالتالي: أطلقنا عليهم النار وهربوا. فعلا أنه المقروص بخاف من جرة الحبل، وقالوا له لماذا تنفخ على اللبن؟ قال الحليب كواني. نتنياهو وصل إلى مرحلة الهستيريا والجنون.